السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكشن الرابع من مادة دروس العمليات. في السكشن ده نتكلم على الدوالتي، اللي هي معنى ان الاس دوك اي لينير بروجرامينج بروبلم بيكون مصاحب ليها لينير بروجرامينج بروبلم اخرى بتسمى الدول بتاعها، بيكونوا الاتنين مقترنين ببعض او مصاحبين لبعض، وفي علاقة بتربط المسألتين ببعض اللي هي المسألة الأصلية والمسألة الدول بتاعتها، ودي هنقولها في آخر السكشن. نشوف الأول إزاي لو احنا معانا مسألة أصلية نعين الدوالتي بتاعها. أول حاجة لو احنا معانا المسألة الأصلية اللي هي هتسمى primal، لو كانت على هيئة maximize z بتساوي c1x1 زائد c2x2 لحد cnxn subject to مجموعة من الكونسترينت وال variables بتوعنا x1 و x2 لحد ال xn أكبر من أو هيساوي صفر. ايه اللي احنا نلاحظه هنا؟ المسألة بتاعتنا مسألة maximization، فالكونستريبت اللي معانا جايين على هيئة أقل من أو بيساوي، ال variables اللي معانا اللي هو من x1 لحد ال xn كلهم أكبر من أو بيساوي صفر. لو اتحقق الشرطين دول فالمسألة بتاعتنا دي بتبقى على الهيئة النورمال، يبقى الهيئة الطبيعية للمسألة اللي هي مطلوب فيها نحسب maximize للobjective function إن الكونسترينت كلهم بيبقوا على هيئة أقل من أو بيساوي وال variables كلهم يبقوا أكبر من أو بيساوي صفر، ماشي كده؟ يبقى الحالة الطبيعية لمسألة maximization إن الكونسترينت أقل من أو يساوي وال variables يبقوا non negative. دي كده مسألة على الهيئة الايه النورمال. لو هي دي المسألة الأصلية ال primal بتاعتنا وعايزين نحسب الدول بتاعها، هنتصرف على أي أساس؟ ايه المقصود أصلا بكلمة الدول؟ المقصود إن قصاد كل constraint في مسألة أصلية هكون variable في المسألة المناظرة، المسألة الجديدة، المسألة المصاحبة، وقصاد كل variable في المسألة الأصلية هكون constraint في المسألة الجديدة. ففي الحالة دي هفرض إن قصاد الكونسترينت الأولاني variable اسمه y1، وقصاد الكونسترينت التاني variable جديد اسمه y2، وقصاد الكونسترينت التالت y3، وقصاد الكونسترينت اللي هو رقم m هيبقى معايا variable اسمه ym. المسألة الأصلية بتاعتي اسمها ايه؟ maximize z. الدول بتاع الماكسيمايز هو المينيمايز، يبقى احنا المسألة اللي عليها الدور أو اللي احنا هنكونها أو الجديدة المطلوب فيها ان احنا هنعمل ايه؟ مينيمايزيشن لأوبجيكتيف جديدة وليكن اسمها W. طب ال W دي هتتحسب ازاي؟ هقول عليها هي عبارة عن B1 Y1 زائد B2 Y2 زائد B3 Y3 لحد ما نوصل ل BM Y. يبقى دلوقتي أول خطوة كونا كده الأوبجيكتيف في المسألة الدول، إن هي مينيمايز W اللي هي عبارة عن summation BI YI وI من 1 لحد الM. كونا كده الأوبجيكتيف الجديدة. سبق وقلنا إن قصاد كل constraint هكون variable عليه الدور. ال variables اللي احنا كوناهم الجداد اللي هو y1 y2 لحد ال ym، عايزين نعرف هما non negative هما non positive هما unrestricted inside، يعني ممكن يبقوا بالموجب أو بالسالب عادي. في الحالة اللي معانا اللي هي الحالة الإيه؟ النورمال، اللي هي برضو يعني إيه؟ يعني المسألة الأصلية maximization وال constraint أقل من، يبقى ال variable المناظر هيبقى non negative. يبقى دلوقتي ال y1 بتاعتي هتبقى non negative وال y2 هتبقى non negative وال ym هتبقى non negative، اللي هي كتبناها y1 لحد ال ym أكبر من أو هيساوي الزيرو. طب ال constraint هتتكون على أي أساس؟ قصاد كل variable في المسألة الأصلية هكون constraint في المسألة الجديدة، يعني أنا عندي كان n من ال variables في المسألة الأصلية فهكون m من ال constraint في المسألة الدول. طيب هيبقوا مالهم بقى الكونسترينت الجداد دول؟ هيتكونوا على اي اساس؟ هقول a 1 1 y 1 زائد a 2 1 y 2 زائد a 3 1 y 3 لحد ما اوصل ليه a m 1 y m. ماله ده؟ هيبقى اكبر من او هيساوي c 1، خلاص يبقى اكبر من او هيساوي. يبقى في حاله المينيمايزيشن الحاله النورمال الطبيعيه ان الكونسترينت تبقى اكبر من او هيساوي، خلاص. نيجي للشرط اللي بعده او الكونسترينت اللي بعده، هيبقى a1 2 y1 زائد a2 2 y2 لحد ما اوصل ل am2 ym، هيبقى اكبر من او هيساوي c2. وصولا لاخر كونسترينت هنقابلنا اللي هو a1 n y1 زائد a2 n y2 لحد ما اوصل ل am n y m اكبر من او هيساوي cn. وكده يبقى كونت الدول
بتاع المسألة الأصلي. طيب نؤكد هنا على حاجة، إن المنظر اللي اتكون ده هو كمان على الهيئة النورمال، الهيئة الطبيعية. يعني ايه برضو الهيئة الطبيعية؟ إن لو كانت المسألة minimization فالكونسترنت بتبقى أكبر من أو بيساوي، والفاريابلز يبقوا نون نيجاتيف. يبقى هو ده المحك الفاصل، إن النورمال فورم للمسألة بتاعتي، إن لو المسألة maximization فالكونسترنت أقل من أو بيساوي والفاريابلز يبقوا نون نيجاتيف. والحالة النورمال للمسألة بتاعتنا لو كانت minimization فالكونسترنت أكبر من أو بيساوي والفاريابلز بتوعنا بيبقوا نون نيجاتيف. ويمكن كتابة النتيجة اللي على الشاشة قدامنا في صورة كومباكت شوية، إن احنا لو قلنا الـ C هو الفيكتور اللي فيه الـ coefficient بتاعة الـ objective، والـ X هو الفيكتور اللي فيه الـ variables، والـ P هو الفيكتور اللي فيه الـ right hand side، والـ A هي المصفوفة بتاعة الـ coefficient للـ constraint في المسألة الأصلية. فهيكون المسألة الأصلية بتاعتنا اللي هي الـ primal problem هتبقى maximize z اللي هي عبارة عن cx subject to a x أقل من أو يساوي b وال x أكبر من أو يساوي الزيرو. يبقى maximization ال constraint بتاع العلاية أقل من أو يساوي ال variables بتوعنا بيبقوا non negative. عشان أكون الدول فقلنا قصاد كل constraint حفظ variable جديد y1 و y2 و ym، فهسميهم وليكن الفيكتور واي هحط فيه هو الواي واحد وواي اتنين لحد الواي ام. ويبقى الدول في الحالة دي هيبقى عبارة عن مينيمايز تابليو اللي هي هتساوي واي ترانسبوز في البي سبجكت تو اي ترانسبوز واي اكبر من او هيساوي سي ترانسبوز، والواي اكبر من او هيساوي الزيرو. هنا نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان المسألة بتاعتنا هنا مينيمايزيشن، فالكونسترينت جاي على هيئة اكبر من او هيساوي، والفاريابلز جايين نون نيجاتيف. وهنلاقي ان في المساله البريمال كتبنا الكونسترينت بتاعها بنفس اللون اللي كتبنا بيه الفاريابل في المساله الدول، والفاريابل في المساله الاصليه كتبناه بنفس اللون بتاع الكونسترينت في المساله الدول. لان زي ما سبق الدول هو بيكون مرتبط بالبريمال، ان الكونسترينت هنا بحولها لفاريابلز، والفاريابلز في الاصليه بحولها لكونسترينت في الدول، ودول الدول هو البريمال. يبقى دول الدول هو البريمال عشان خاطر لو قابلنا مسألة البريمال بتاعنا كان مطلوب فيها، أو كانت هي عبارة عن minimization function، minimization للobjective function، فالدول اللي احنا هنكونه في الحتة هيبقى عبارة عن maximization. مثال تطبيق مباشر على الجزء اللي فات، لو احنا معانا maximize z بتساوي 45x1 زائد 8x2 subject 2 5x1 زائد 20x2 أقل من أو هيساوي 400، 10x1 زائد 15x2 أقل من أو هيساوي 450، x1 وx2 أكبر من أو هيساوي 0، والمطلوب إن إحنا نحسب الدول للمسألة دي. فقصاد الكونسترينت الأولاني حفظ وجود variable اسمه y1، وقصاد الكونسترينت التاني حفظ variable اسمه y2، ويبقى الدول بتاعنا في الحالة دي هيبقى عبارة عن minimize w اللي هي 400 y1 زائد 450 y2. نيجي للكونسترينت هيبقى عبارة عن 5 y1 زائد 10 y2 هيبقى أكبر من أو هيساوي 45. الكونسترينت اللي بعده هيبقى 20 y1 زائد 15 y2 أكبر من أو هيساوي 8، وال y1 وال y2 أكبر من أو هيساوي الزيرو. في بعض الأوقات المسألة مش بتكون على هيئة النورمال، بيكون فيها بعض الاختلافات عن ما سبق ذكره، فهيكون التعامل على أي أساس؟ نركز في الجدول التالي. لو إحنا معنا مسألة البريمال لينير بروجرامينج جاي على هيئه ماكسمايز زد، فهيبقى الدول بتاعها هو عباره عن ايه؟ مينيمايز دبليو. لو احنا معانا في المساله الاصليه الكونستريكت بتاعنا جاي على هيئه اقل من او يساوي، خلي بالنا لو احنا في مساله ايه؟ ماكسمايز، فالكونستريكت جاي على هيئه اقل من او بيساوي، دي الحاله المثلى. فالفاريبل اللي هيتكون قصاد منه هو كمان هيبقى في الحاله المثلى، فهيبقى الواي اي اكبر من او هيساوي 0، يبقى الفاريبل المناسب في الحاله دي هيبقى هو كمان نون نيجاتيف. طب لو احنا الكونسترينت بتاعنا المسألة الأصلية كان بيساوي، فالفاريابل اللي هيتكون هيبقى unrestricted inside. طب لو كان الفاريابل معانا الكونسترينت اللي معانا على هيئة أكبر من أو بيساوي، واحنا في مسألة maximization، يعني الكونسترينت جاي مخالف للحالة النورمال، فهيبقى الفاريابل المناظر هيبقى على هيئة ايه؟ سالبة.
يبقى الواي اي هيبقى اقل من او هيساوي الصفر. طب لو احنا في المساله البريمال الفاريبل بتاعنا كان نون نيجاتيف، طب ما دي الحاله الكويسه، يبقى الكونسترينت اللي هيتكون قصادها هيبقى اكبر من او هيساوي زيرو. طب لو كان الفاريبل ان ريستريكتد انسايد، فالفاريبل لو الكونسترينت المناظر هيبقى ايه بيساوي، ولو الفاريبل في المساله الاصليه اقل من او هيساوي الزيرو فالكونسترينت اللي هيناظره هيبقى هو كمان اقل من او هيساوي، لان في حاله المينيمم الحاله المثلى ان الكونسترينت يبقى اكبر من. نطبق الكلام ده على مسألة. أول حاجة maximize زد بتساوي 2x1 زائد x2 subtract 2x1 زائد x2 بتساوي 2، 2x1 ناقص x2 أكبر من أو هيساوي 3، x1 ناقص x2 أقل من أو هيساوي 1، x1 أكبر من أو بيساوي 0، x2 unrestricted. هنتصرف على أي أساس؟ إحنا معانا دلوقتي كام constraint؟ 3، يبقى هيبقى معانا كام variable في الدول؟ 3، يبقى هيبقى معايا y1 y2 y3. نيجي نشوف أول constraint اللي هيناظره واي واحد. الكونسترينت ده عبارة عن ايه؟ الإشارة بتاعته بيساوي، يبقى الواي واحد المناظرة دي هتبقى unrestricted inside، فهكتبها كده في الهامش. الكونسترينت التاني العلامة اللي فيه أكبر من أو بيساوي، وإحنا في مسألة maximize زد، فالمفترض الكونسترينت يبقى أقل من مش أكبر من، فمعنى إنه أكبر من يبقى الواي المناظرة ليها اللي هي الواي اتنين هتبقى أقل من أو هيساوي صفر. طب نيجي للكونسترينت التالت اللي هو أقل من أو هيساوي واحد، ده على الصورة النورمال لأن أنا في مسألة ماكسمايزيشن، فالكونسترينت المفروض تبقى أقل من، فيبقى الواي تلاتة المناظرة دي هتبقى أكبر من أو هتساوي زيرو. ماشي، نيجي للفاريبل في المسألة الأصلية اللي هما هيناظرولي الكونسترينت في المسألة الدول. أول كونسترينت معانا إكس واحد أكبر من أو هيساوي صفر، يبقى دي هيناظرها الكونسترينت بتاعها أكبر من أو هيساوي. طيب الـ x2 unrestricted inside، يبقى الكونسترينت المناظر دي هيبقى بيساوي. يتم صياغة ده على بعضه إزاي؟ هقول دلوقتي المسألة الدول بتاعتنا هتبقى minimize w اللي هي هتساوي 2y1 زائد 3y2 زائد y3 subject 2 y1 زائد 2y2 زائد y3 أكبر من أو يساوي الاتنين، و y1 ناقص y2 ناقص y3 يساوي الواحد، والy1 unrestricted والy2 أقل من أو يساوي صفر والy3 أكبر من أو هيساوي الزيرو. المسألة اللي بعد كده maximize زد بتساوي x1 زائد 2x2 subtract 2 3x1 زائد x2 أقل من أو يساوي 6، 2x1 زائد x2 يساوي 5، x1 وx2 أكبر من أو يساوي 0. الدول بتاعنا في الحالة دي هنتعامل معاها ازاي؟ هيبقى معانا قصاد الكونسترين الأولاني y1 قصاد الكونسترين الثاني y2، يبقى معانا 2 variables. هيبقى في الحالة دي minimize w اللي هي بتساوي 6y1 زائد 5y2 subtract 2 3y1 زائد 2y2 أكبر من، لأن الـ x1 اللي هي المناظرة بتاعتنا جاية في صورة كويس، أكبر من أو يساوي 1، و y1 زائد y2 أكبر من أو هيساوي الـ 2. طيب الـ variable اللي معانا بقى إشارتهم إيه؟ الـ y1 أكبر من أو هيساوي 0 لأنه مناظر لكونسترينت إشارته كويسة، والـ y2 هتبقى unrestricted inside لأنها مناظرة لكونسترينت جاية على علامة يساوي. المسألة الثالثة minimize تابلو اللي هي بتساوي 4y1 زائد 2y2 ناقص y3 subtract 2y1 زائد 2y2 أقل من أو يساوي 6، y1 ناقص y2 زائد 2y3 يساوي 8، y1 وy2 أكبر من أو يساوي 0، y3 unrestricted. المينيمايزيشن الدولتي بتاعتها هتبقى maximization، هيبقى عندي قصاد الكونسترينت الأولاني ده وليكن x1 قصاد الكونسترينت التاني ده وليكن x2، فهيبقى دلوقتي احنا عايزين نعمل ماكسمايز للزد اللي هي عبارة عن 8 x1 زائد 6 x1 زائد 8 x2 subject 2 x1 زائد x2 أقل من أو يساوي 4. ليه؟ لأن أنا عندي الكونسترينت الأولاني هيجيب إشارته من الواي واحد، الواي واحد أكبر من الصفر، يبقى الكونسترينت الأولاني هيجي على الهيئة الكويسة المناظرة للماكسمايزيشن اللي هي أقل من أو يساوي.
الكونسيدنت اللي بعد هيبقى 2 اكس 1 ناقص اكس 2، هيبقى في الحالة دي اقل من او هيساوي الاثنين برضو، لان الواي 2 اكبر من او بيساوي صفر. اخر كونسيدنت اللي هو هيبقى عبارة عن 0 في الاكس 1 زائد 2 في الاكس 2 هيساوي سالب 1، وهيبقى في الحالة دي الاكس 1 اللي هي بالنظرة الاول شرط هتبقى اقل من او هيساوي صفر. ليه؟ لان انا عندي اول شرط الاشارة بتاعته اقل من او يساوي، وانا معايا مسألة مينيمايزيشن. مسألة المينيمايزيشن الحالة المثلى للكونسترينت انها تبقى اكبر من او يساوي، فبحكم ان الكونسترين جاي على هيئة اقل من، يبقى الفاريبل المناظر ليه هيبقى بالنيجاتيف، يبقى الاكس 1 اقل من او هيساوي زيرو. طيب الاكس 2 اللي هي مناظرة للشرط التاني، انا الشرط التاني جاي على هيئة يساوي، يبقى الاكس 2 ان ريستريكتد انسايد. الجزء اللي بعد كده هنتكلم فيه على الدول سيرم. ايه المقصود بيها؟ بيقول لنا هنا العلاقه بقى اللي هتوضح ما بين لو احنا معانا مساله البريمر والمساله الدول، ايه العلاقه اللي بتربطهم ببعض، يعني ايه السبب، ايه لازمه الجزء اللي فات النظريه دي هتوضحها. ان احنا لو معانا الاكس بي دي عباره عن اوبتيمال بيزس للبريمر لينير بروجرام، اللي هو ماكسمايز زد هتساوي سي تي اكس سبجكت 2 اي اكس تساوي بي، والاكس اكبر من او بيساوي زيرو. ادي مساله لينير بروجرامنج، والاكس دي هي دي الاوبتيمال بيزس. ف هيبقى السي بي بي ماينس 1 هو ده الاوبتيمال سوليوشن للدول بتاع المساله السابقه. هنقول مساله على كده، لت المسألة بتاعتنا ماكسيمايز زد هتساوي 45x1 زائد 80x2 سبجكت 2 5x1 زائد 20x2 أقل من أو يساوي 400، 10x1 زائد 15x2 أقل من أو هيساوي 450، x1 وx2 أكبر من أو هيساوي الزيرو. المسألة اللي معانا دي سبق اللي حليناها في بداية السكشن، وسبق كمان إن هي محلولة في السكشن رقم 3، بس احنا هنا عايزين نكمل طلبات اخرى عليها، اللي هو بيقولنا فايند الدول بتاعها. ده بالفعل جبناه في الجزء السابق. اف الاكس بي هي عباره عن اكس 1 واكس 2 is basis for the given linear programming determine the optimal dual solution و verify that the dual problem the dual theorem hold in this problem. المقصود ايه؟ اول طلب اللي هو هات الدول بتاع البروجرام اللي قصادنا بالفعل عينه. خلاص يبقى الدول بتاعها هو المسألة بتاعت المينيمايز دبليو اللي هي هتبقى 400 واي 1 زائد 450 واي 2 سبجكت 2 5 واي 1 زائد 10 اكس زائد 10 واي 2 اكبر من او هيساوي 45 و20 واي 1 زائد 15 واي 2 اكبر من او هيساوي 80 واي 1 واي 2 اكبر من او بيساوي الصفر. الجزء اللي بعده اللي هو عايزين نحسب الاوبتيمال سوليوشن للدول. هو بيقول لنا ايه؟ الاكس بي هي الاكس 1 والاكس 2، فهيبقى السي بي بالنسبه للمساله السابقه اللي كانت معانا هو الكوفيشنت من الاوبجكتيف فانكشن، هي هتبقى عباره عن 45 و80. البي اللي هو كان الرايت هاند سايد كان 400 وكان 450، كل ده من المساله الاصليه. البي اللي هي بتبقى الجزء من المصفوفه المناظر للكوفيشنت بتاعه البيزك فاريبل اللي هو هيبقى في الحاله دي 5 و10 و20 و15. هنحسب احنا من عندنا البي ماينس 1، البي ماينس 1 هتبقى عبارة عن 1 على 25 سالب 3 و 4 و 2 وسالب 1. هيبقى الواي اللي هو السليوشن بتاع الدول هو عبارة عن سي بي بي ماينس 1، يعني ادي 1 على 25 ادي السي بي اللي هي عبارة عن 45 و 80، ودي البي ماينس 1 اللي هي عبارة عن سالب 3 و 4 و 2 وسالب 1. لما هنضربهم في بعض هيطلع علينا الفيكتور اللي معانا اللي هو عبارة عن 1 و 4، يعني الواي 1 بحلها بواحد والواي 2 بأربعة، هو ده الأوبتيمال سوليوشن للبروجرام اللي قصادنا ده. طيب الجزء الثالث بيقول لنا ايه؟ تأكد من صحة الدول سير، يعني المفترض الأوبتيمال سوليوشن للمسألة اللي قصادنا دي اللي هي 1 و 4 يدينا نفس قيمة الحل اللي عينه لنا الأوبتيمال بيزس اللي كان عطيها لنا اللي هي كانت اكس 1 واكس 2 بالنسبة للمسألة البريمير. فهنيجي هنا هنقول له ايه؟ بالنسبه لل W هتساوي ال W بتاعتنا هي عباره عن 400 واي 1، وانا قلت الواي 1 ب 1 زائد 450 في الواي 2 اللي هي ب 4،
الكلام ده حسابه 2200. نيجي لي الزد، الزد اللي هي البريمال يعني الاوبجكتيف فانكشن في المساله الاصليه، هي عباره عن سي بي بي ماينس 1 بي اللي هي 1/25، وادي السي بي اللي هي عباره عن 45/80، ودي البي ماينس 1 بس احنا ضاربين الواحد على 25 قدام، وده البي اللي هو الرايت هاند سايد. لو ضربناهم في بعض برضه هيدينا قيمه 200 ال 2200. يبقى كده الزد ستار بتاعها بتساوي الدبليو ستار، يعني الاوبجكتيف فاليو في الحالتين اتساوت، يبقى هو ده الحل بتاعنا المظبوط، وكده طبقنا نظريه الدول سيري. وكده انتهى السكشن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.